اتصل قبل فترة أحدهم يقول أنا أكره المتدينين جدا، ما أستحمل أسمعهم. بعد الأخذ والعطاء السؤال والجواب اكتشفت بأن السبب في ذلك أن الشخصيات اللي حوالينا دائما يتكلمون باسم الدين وحلال وحرام وواجب ومواجب ويصير ما يصير، وهم أبعد من خلق الله عز وجل عن الدين. هذا نموذج ومسؤولية عظيمة على عاتقنا. إذا احنا لبسنا لباس التدين عرف عنا أن احنا أهل مساجد، أهل حسينية، أهل زيارة، هنالك لعله تكليف إضافي أن نكون نمثل هذا الدين بشكل حسن وأحسن. هذا خطر جدا جدا خطر. وهذا الشخص كان يقول أنا وصلت فيني الحالة أتعمد أشغل أغاني قدام عيالي حتى أبيهم يسمعون أغاني، أبيهم يصيرون مو زينين. أنت تدري المشكلة اللي عندك شنو؟ المشكلة اللي وقعت فيها هو التالي، أن أنت تعتقد هذين المتدينين وهذين الأفسق من خلق الله عز وجل. فاسق هذا شرعا، اللي يسوي يتجاهر في المعاصي فاسق خلاص مو عادل. انتهت القصة، لا تقول متدين، قول إنسان كاذب فاسق فاجر يلبس لباس التدين، أقبل هالكلام صح. ولكن هذا متدين؟ قلت له هذا المشكلة اللي خلتك. هو قال صح. قلت له هذا خطر، لا تمشي وتقول حق الناس هذين المتدينين غلط. متدين أكثر إنسان عنده أخلاق في الكون كله، يقدر يمتص العالم كله بأكمله.